What? No, thank you. I'm a journalist. Yes. Mm-hmm. From? Morocco. Morocco? Yes. Okay. Thank you very much. إذن مشاهدي قناة شوف تي في، من هنا من المعبر الأوكراني، أقرب نقطة لأوكرانيا، لاجئو أوكرانيا يدخلون إلى رومانيا. عبر سيرت القرية الرومانية الحدودية مع أوكرانيا، واللي تحولت شاهد على مآسي الحرب الدائرة في البلد المجاور أوكرانيا. وكيف ما سبقنا وأشرنا أن عشرات الآلاف عبروا المعبر الحدودي البسيط، كيف ما كتشوفوه معبر حدودي بسيط، واللي ربما قبل أيام كان معبر حدودي ما تيعرفو حتى شي واحد، وما كيذكرو حتى شي واحد حتى سكان المنطقة، إلا أن اليوم أصبح منطقة آمنة لعبور النازحين الأوكرانيين. لاجئين يحملون في رؤوسهم عدة أسئلة، من بينها إمتى غادي يرجعوا لبلادهم. أكيد كنتمناو أن الأمن والأمان يعود ماشي في أوكرانيا، ولكن في كاع المناطق اللي فيها حروب. للمشاهدي قناة شوف تي في، هذه أقرب نقطة لأوكرانيا، المعبر الحدودي ما بين أوكرانيا ورومانيا. إلى اللقاء في مباشر آخر بإذن الله.